وبدأت الإعادة وانتظم التصويت في معظم اللجان. يمكن ملحوظ إن في إقبال مش زي ما كان متوقع في معظم اللجان، في إقبال محدود، وفي لجان زي مصر الجديدة مثلا إقبال منعدم ويعني أو قليل جدا. فهل ده بسبب إن إحنا لسه في أول ساعات الصباح زي ما بيقولوا، والناخبين لقوا إن العملية كانت منظمة المرة اللي فاتت وشافوا إن مفيش داعي الواحد يروح من الصبح يقف في طوابير، فهيروحوا على مدار اليوم؟ مش عارفين، لكن هنشوف. برضه من أحدث الأخبار اللي جات لنا إن محافظ الإسكندرية شخصيا الحقيقه، ودي حاجه يعني لو حقيقيه تبقى ظريفه جدا، طرد مندوبي من مرشحي النور والحريه والعداله من امام اللجان لعدم التزامهم بالوقف الدعايه الانتخابيه، ودي كانت من ضمن المخالفات الكثيره جدا اللي اتكلمنا عنها في بدايه المرحله الاولى وفي اول يومين من المرحله الاولى، اللي كانت طبعا من اهمها اللجان او الدعايه الانتخابيه امام اللجان. هنتابع اكتر على مدار اليوم من خلال كل المواقع الاخباريه المختلفه. دلوقتي هنتكلم عن صحيح، ايه بقى؟ بينورنا النهارده استاذ رفعت فياض مدير تحرير اخبار اليوم، وهيكلمنا عن توقعاته للانتخابات. صباح الخير يا استاذ رفعت. صباح الخير. اهلا بحضرتك. يعني هبتدي معاك باهم الاخبار النهارده ذكرت في الصحف، وهو تخوف معظم الناس من سيطره جماعه او حزب الحريه والعداله وحزب النور على الانتخابات. متخيل النهارده النتائج ممكن تكون مختلفه عن المرحله الاولى؟ لا، انا مش عايز انظر لها كنظر التخوف. ليه؟ لأن أولا دي تجربة ديمقراطية غير مسبوقة بالنسبة لمصر. دي أول انتخابات برلمانية حقيقية تجرى تحت إشراف قضائي كامل في كل مراحلها. أول انتخابات برلمانية في تاريخ مصر يكون عدد المشاركين فيها من المواطنين بهذه الأعداد التي لم تحدث في تاريخ مصر على الإطلاق. وبالتالي هذه الانتخابات أيضا تأتي بعد ثورة غير مسبوقة في العالم، لا تعتبر هي من أعظم الثورات، بل من وجهة نظري أنا تعتبر هي أعظمها على الإطلاق، لأنها كانت بلا قائد. ومع أن هذه الانتخابات ستشكل مجلس الشعب القادم، لكن التخوفات المطروحة من قبل زيادة تواجد أو عدد المقاعد التي سيحصل عليها الإخوان المسلمين الممثلين في حزب الحرية والعدالة ومجموعة الأحزاب المؤتلفة مع هذا الحزب وأيضا حزب النور، أنا بالنسبة لي يجب ألا نعود إلى التأثر بما كان يفعله النظام السابق بأن يجعل الإخوان المسلمين أو التيار الديني بمثابة الفزاعة للمجتمع، وكأنهم من كوكب آخر وسيأتون ليدمروا المجتمع ويقلبوه رأسا على عقب. ده لم هذه يفعله واحد. فقط النظام السابق، بل يفعله جماعة الإخوان المسلمون دلوقتي. هذه واحدة. الجزء الثاني أنني لابد عند حديث عن نتائج هذه الانتخابات أن أحترم إرادة المواطن الذي قرر انتخاب شخصية معينة أو مرشح معين في هذه الانتخابات أو قائمة معينة، فيجب أن أحترم رأيه حتى لو كان من وجهة نظري أنا شخصيا أنها مغايرة لتوقعاتي أو آمالي أو طموحاتي. وبالتالي لنجعل مجلس الشعب القادم مرحلة انتقالية أو بروفة لتعليمنا الديمقراطية على أسس سليمة وصحيحة. الإخوان المسلمين، أنا لست إخوانيا ولست من أي حزب على الإطلاق على مستوى الجمهورية، ولن أنضم إلى أي حزب، ده قناعتي الشخصية، لكن لنجعل التجربة هي المحك في عملية الحكم. وأعتقد أن هذه التخوفات من قبل الكثير من المواطنين من فزاعة الإخوان المسلمين لأنها لن تتواجد في مجلس الشعب القادم، لأن الإخوان المسلمين أعتقد وكذلك حزب النور بس يمكن الإخوان أكثر سيتجاوزوا هذه التخوفات وسيتعاملوا مع الواقع بفكر متفتح مختلف تماما عن الذي ترسخ في أذهاننا عن الإخوان المسلمين قبل ذلك. هو وإلا مشكلة مش في الترسخ، احنا يعني وإلا النتيجة هتبقى الشارع بعد كده، المواطن نفسه كمان. أو المواطنين هيخرجوا إلى الشارع ويغيروا أي واقع يعني لا يرضون عنهم من قبل أي تصريحات. ده كلام جميل جدا. على لسان الإخوان المسلمون حتى الآن
هم هيفاجئونا ويغيرونا. يعني هي على فكره لا. هي مش مساله احنا مش مع مش يعني هذه التخوفات ان جاز تسميتها تخوفات يعني او ملاحظات هي ما جاتش بناء على ما ترسخ، هو الترسيخ جاء بالتاكيد من تصريحات سواء بعض من ممثلي هذه الجماعه او هذا الحزب او ايضا من ممثلي الاحزاب الاخرى او ايضا بعض المرشحين من الرئاسه الذين ينتمون لفكر هذه الاحزاب. نعم. فهو ما جاش بس من مجرد ترسيخات يا فندم. نعم، عمليه التصريح من قبل البعض لن تحكم على توجه برلمان بكامله سيشرع للأمة. فقد يكون هناك بعض الأصوات الشاردة أو اللي تعطي تصريحات تعطي نوع من التخوف لدى الرأي العام من مستقبل التعامل مع هذه الجماعة داخل البرلمان. لكن في النهاية أنا بقول إن الشعب أو المواطن هو الذي اختار هذه الشخصيات لنتركها تجرب، ولو أثبتت جديتها في الانتقال بالبلد بشكل جيد أهلا وسهلا، ما كانش الشعب والمواطن الذي انتخب مثل هذه الشخصيات هو الذي سيسقطها في بعد أول دورة من دورات مجلس الشعب. كلام جميل. خلينا يا فندم ننتقل على طول على بقى عمليا نتائج الطعن في القاهرة والإسكندرية والفيوم. الطعن في هذه النتائج هل ده توقع هيبقى تأثيره ازاي على الإعادة وتأثيره على المراحل الجاية إيه؟ ده واحد. واثنين، لماذا لم يتم الإعلان بشكل فعلي عن القوائم في المرحلة الأولى، يعني نتائج القوائم في المرحلة الأولى؟ يعني كل الأرقام اللي طلعت ما هياش الأرقام النهائية، ده في تصريحات كثيرة جدا يعني. أنا أوضح الجزئية الأولى بالنسبة لموضوع الطعن. أولا تم حسمه طبقا للإعلان الدستوري بأن محكمة النقض هي الوحيدة المنوط بها في الحكم على مدى سلامة عضوية مجلس الشعب أو عدم سلامته، وبالتالي إذا كان بينظر أي طعن أمام محكمة القضاء الإداري فبيحال إلى محكمة النقض لأن هذا هو الفيصل. وكان الاختلاف وقت قبل أن يتم الاستقرار عليه هل المحكمة الدستورية العليا أو محكمة النقض، فتم الاتفاق على محكمة النقض وتم ذلك في وضعه في الإعلان الدستوري. أما بالنسبة للقوائم فهذا النظام متبع على مستوى العالم كله لسبب. أنا عندي في الانتخابات البرلمانية طبقا للنظام الذي وضع في التعديلات في البيان الدستوري الخاص بتحديد كيفية إجراء الانتخابات أنه سيكون الانتخابات بواقع 30% من المقاعد للفرد أو للمستقلين إذا جاز التعبير، و70% بالنسبة للقوائم. بالنسبة للفردي أنا كشخص برشح نفسي كمستقلة أو إذا كنت حزب ولا حزبي، لكن أنا برشح نفسي مستقلة على قوائم الفردي، فهنا الناخب بيختار سين أو صاد ومن خلال حصر إلى عدد الأصوات التي حصل عليها مرشح معين بشوف من الذي حصل على 50% زائد واحد من أصوات الدائرة هنا يفوز من المرة الأولى. إذا لم يحصل مرشح معين على هذه النسبة بيدخل انتخابات الإعادة اللي بدأت النهاردة وستستكمل غدا إن شاء الله، وبالتالي من يحصل على أعلى الأصوات سواء بالنسبة للفئات أو بالنسبة للعمال وفلاحين سيفوز هو بالنسبة للدائرة. أما بالنسبة للقوائم، القوائم هنا أنا بختار قائمة، أنا كناخب بختار قائمة بكاملها ولا أختار أشخاص معينين. عشان كده اتعملت مساحة الدائرة الانتخابية للقائمة أكبر من الدائرة الخاصة بالنسبة للفردي. ومن هنا سيتم حساب الأصوات بالنسبة للقوائم بعد نهاية المرحلة الثالثة لأسباب. أنا دلوقتي عندي مجموعة قوائم وعايز أشوف القائمة معينة خدت كام من الأصوات بتاعت الدائرة. إذا كانت مثلا حصلت على 10% من الأصوات يبقى بنفس هذه النسبة بأبدأ أحدد عدد المقاعد التي ستحصل عليها هذه القائمة بالنسبة لترتيب الأسماء اللي موجودين في القائمة. لكن إما يجي مثلا 10% من الأصوات دي تمثل لي 100,750 صوت أو 117,000. 17,000 أنا مش عارف أحسبهم لأنها ما تمثلش نسبة، فأنا هحسب 10% يعني 100,000. البواقي دي كلها يجب أن أجمعها في النهاية بعد نهاية المرحلة الثالثة
لأبحث كيف كم ما حصلت عليه من أصوات خارج نطاق النسبة، كل قائمة على حدة يعني، وبالتالي أخصص لها عدد مقاعد معينة أو أضيف هذه الأصوات للأحزاب الصغيرة إذا تم الاتفاق يعني على ذلك. بالتالي النتيجة لا تحسم في المرحلة إلا في نهاية المرحلة الثالثة، إلا ما نخلص كل المراحل. طب بمناسبة إن إحنا بنقول إحنا بنختار القائمة كاملة بالأسماء الكاملة اللي موجودة فيها، بعض القوائم بتضم عناصر كثيرة من الحزب الوطني المنحل، في حالة ان القائمة دي فازت ونجحت وانضمت للبرلمان، العناصر دي يعني تتوقع لها ايه؟ اولا احنا قدام تصرفين حدثوا. التصرف الاول وهو كانت البداية من خلال محكمة القضاء الاداري في المنصورة عندما اصدرت حكمها باستبعاد مرشحي الحزب الوطني من انتخابات مجلس الشعب والشورى، ولكن على الجانب الاخر كان هناك حكم مناقض لها من محكمه القضاء الاداري في اسكندريه، لكن الاداريه العليا حسمت هذا الموضوع ولغت هذا الحكم الخاص بالاداريه في المنصوره، واكدت ان كل مواطن سواء كان في الحزب الوطني السابق او غير الحزب الوطني من حقه ان يترشح ما دامت لا توجد هناك اعتراضات قانونية عليه تمنعه من عملية الترشح. لكن بعد ذلك صدر ما يسمى بقانون العزل السياسي. هذا القانون عشان يطبق لابد أن يطبق من خلال نيابة عامة ومن خلال محكمة جنايات. أي أننا لو أنا علي اتهامات معينة تحت إيدين حضرتك مثلا حضرتك، فلابد أن تقدمها للنيابة تثبت أنني أفسدت فعلا في الفترة الماضية أو كنت مساهبا في إفساد الحياة السياسية. فإذا قدمت القرائن والأدلة على أنني فعلا كنت ساهمت في إفساد الحياة السياسية تنظر المحكمة هذا الأمر، فإذا أقرته ولديها قناعة وأصدرت حكمها بذلك يتم عزلي من الحياة السياسية وعدم السماح لي بالمشاركة بعد ما فيها انضميت ليها بالفعل. لا، وإذا كنت عضوا في مجلس الشعب تبطل عضويتي. هنا بقى وتذهب لمين بقى العضوية؟ في الحالة دي نعمل انتخابات في الدائرة بشكل جديد تاني. ما تذهبش للجاب المركز اللي وراه على طول، أو في المركز اللي وراه بالنسبة للقائمة، أنا بتكلم على الفردي. إنما وبعدين موضوع العزل السياسي هنا لا يقصد به أعضاء الحزب الوطني المنحل فقط، ولكن كل أي شخصية أخرى سواء كانت في أحزاب المعارضة أو غير أحزاب المعارضة أو في الحزب الوطني المنحل. وبالتالي إحنا هنا بنتعامل مع قانون صدر، ولكن صدر قبل الانتخابات بفترة قليلة، وإجراءات تطبيقه عشان يبقى في حكم قضائي قد تأخذ من الوقت بالنسبة للمحاكمة وتقديم المستندات والأدلة والقرائن إلى أن يثبت فعلاً أنه ساهم في إفساد الحياة السياسية أو لم يساهم في ذلك.